الجماعي هو الذي سيميزه من 8 أفريل إلى غاية 13 أفريل، حوالي 6 أيام. الفرق المشاركة إن شاء الله بعد التحضيرات والتي يعني التحضيرات المتتالية توصلنا إلى أن 15 فرقة يعني هي التي سلمت يعني مشاركتها الفعلية، فيها 8 من ورقلة وفيها 7 من ولايات 5، عندنا تقرت المغير غردايه الواد ولمنيعه.